No. No, declaro. Ok, il Java Math, المقصود بها هنا راح ناخذ بها دوال اللي هي الميثود، نستخدمها كميثود جاهزة، نستخدمها بعمليات معينة نحتاجها. من هذه دائما هاي الميثود اللي راح ناخذها راح تاخذ أرقام. أول ميثود موجود عندنا هنا على سبيل المثال هي math.marks. من اسمها math.marks معناته تنطيني أكبر قيمة، أكبر قيمة. هنا لو أشوف المتغيرات اللي داخلة عندي بالستركتشر هي الإكس والواي، فراح تنطيني الماركس للإكس والواي. فمن راح نجي نكتبها بالكود مال الجافا، لو نشوف المثال الموجود عندنا اللي هي math.marks. أي ميثود موجودة من تبدي عندي نكتبها كابيتال لتر، أي ميثود موجودة عندي بدايتها كابيتال لتر، يعني math دوت ناخذ الماركس نخلي قوسين نعوض عن قيمة الإكس وقيمة الواي ونخلي بيناتهم فارزة، واتفقنا إنه أي لاين ينتهي بالجافا سكريبت بالجافا إنه ينتهي بسيمي كولون. تمام، فهنا هاي الميثود شنو هي؟ تجد أكبر قيمة بين الإكس والواي. ويا يا طلاب؟ صوتي واضح؟ واضح. طلاب تسمعوني؟ اي دكتورة واضح. واضح واضح. نعم واضح. طلاب اكو صوت؟ شباب اعتقد ما نسمعنا. نعم دكتورة واضح ده نسمع. تسمعوني؟ دكتورة واضح. واضح واضح نسمع الدكتورة. اوكي تمام. الماث الثانية اللي عندي اللي هي ماث دوت من، المن هي شنو؟ عكس الماكس. الماكس هي تاخذ أكبر قيمة، المن تاخذ أقل قيمة. أيضا نبدي نكتبها ماث دوت من والقيمة نحصرها بين الإكس والواي. هنا أنا راح تجد أن أقل قيمة موجودة بين الإكس والواي. فلو نشوف المثال اللي عندنا ماث دوت من F الإكس معوضين عنه بخمسة والواي معوضين عنه بعشرة، فراح تجد القيمة أقل قيمة بين قيمة الإكس وقيمة الواي. أوكي. نجي هنا الماث سكوير. الماث سكوير هاي شنو؟ تجد لي ترجع لي قيمة السكوير بالروت المن للإكس. إذا هنا راح تاخذ لي قيمة واحدة، مو راح لو نشوف الفرق بينها وبين اللي اخذناها بالماكس والمين. بالماكس والمين اخذنا شنو؟ اخذنا قيمتين، قيمه للاكس وقيمه للواي، بينما هنا ما راح اخذ قيمتين وانما راح تعبر لي عن قيمه واحده اللي هي الاكس، ونجد السكوير لها سكوير روت. اوكي، فعلى سبيل المثال هنا راح منطيه مثال انه ماث دوت سكوير اما لل 64، فالسكوير لل 64 راح تطلع لي شنو هو النتيجه مالته. نجي على داله اخرى اللي هي ماث ابس. الماث ابس شنو هي؟ هاي ترجع لي الابسوليوت البوزيتيف فاليو بين قيمة من قيمة الأكس. يعني شنو البوزيتيف؟ يعني أنا إذا منطية قيمة سالبة فالأبسوليوت للبوزيتيف ترجع لي القيمة مال الأبسوليوت بوزيتيف. أوكي؟ المن للقيمة أكس. عندي راندوم نمبر. الراندوم نمبر هذه شنو؟ أخذناها بالمختبر صح لو لا؟ مو شفنا شغلها؟ من وياي من الطلاب؟
اشتغلناها بالمختبر يوم الخميس ويوم الاربعاء. ايه صحيح تطبقناها. ايه دكتور تطبقناها. ايش رجعت لنا؟ مين يقول شنو اللي رجعناه بالقيمة المادة راندوم؟ مين يتذكر؟ اعطتنا ارقام عشوائية. عفية، انطتنا ارقام العشوائية وكانت الارقام العشوائية بها بوينتات صحيح؟ اكو احد دكتورة حتى طويلة يعني 4.77 هيك شيء. عفية اوكي. فهذه هي واحدة من المثل اللي استخدمناها احنا اللي كتبناها اسمها كان شنو؟ ماذات راندوم. مو تذكرنا هسه شنو انطتنا؟ ماذات راندوم. هاي ماذات راندوم اكو وقتها اكو طالب سألني انه ليش انطتني بوينتات؟ مو ليش بوقتها طلعت اياها بالبوينت؟ لان عافيه لان هاي اللي استخدمناها كانت ترجع قيمه بين 0.1 او 0.1.0. لو انتبهتوا على الارقام هي من 0.09 عشوائيا الى 1.00 كذا رقم. اوكي فهذه رجعت لي اياها اللي داله الماث راندوم حتى نسيطر على داله الراندوم بالارقام. على سبيل المثال انا ما اريدها تكون بيها بوينتات، احنا اخذناها بالمختبر ونفذناها كان شنو بيها يطلع لي الرقم بي بالبوينت صح لو لا؟ اوكي فحتى نتخلص من هذا البوينت راح نستخدم المثل الموجودة حاليا هذه بالمثال الموجود عندنا اللي ينطينا هاي الفورمولا اللي هي شنو؟ راح اقول له اذا تتذكرون احنا ايش عرفنا هناك بالمثال اذا نرجع المثال وبوقتها ايش كتبنا له؟ كتبنا له دبل ان. اوكي هسه هنا ايش راح نقول له؟ راح نقول له هذا النام راح نقول له هو انتيجر راندوم نمبر. اذا راندوم نمبر راندوم نمبر هناك احنا كنا معرفينه ان، بدل ما نقول له دبل ايش راح نقول له هنا؟ راح نقول له الراندوم نمبر هذا الراند نمبر هذا فايربل متغير راح اخلي به هاي القيمه. فراح انطيه نوع شنو هنا؟ انا راح انطيه من البدايه انه اقول له اعطيني اياه انتيجر. من اقول له اعطيني اياه انتيجر شنو معناها؟ معناها الارقام راح تجيني صحيحه خاليه من اي فوارز ومن اي عشر. واضح طلاب؟ واضح. فايش راح يكون هنا انا عندي؟ فراح اقول له انتيجر المتغير مالتي اسمه راندوم نمبر اوكي يساوي نخلي انتيجر بين قوسين وراها نستدعي داله الماث راندوم. اوكي هناك ما كنا نخلي له انتيجر كان هو يجي بس نقول له ماث راندوم، هنا نقول له لا انتيجر ماث دوت راندوم ونضربها في 101 يعني الصفر راح تصير لي صفر الى 100 من الصفر للمية راح ينطيني الرقم مالتي راح يتخلص لي من البوينتات اللي موجودة بالأرقام العشوائية اللي كانت موجودة. اللي ما يريد يستخدمها بالبوينتات راح يستخدم هاي المعادلة الموجودة هنا ويتخلص من البوينتات اللي كانت موجودة. واضحة؟ اوكي اكو سؤال قبل ان ننتقل؟ اوكي تمام. نجي هنا على جافا بوليان. الجافا بوليان هي شنو؟ هذه اللي نحتاج بعض الاحيان احنا داتا تايب اللي هي نوع البيانات مالتي انه يكون قيمه او قيمتين قيمه الى قيمتين. مثل ايش؟ مثل يا اما نقول له يس او نقول له نو. يعني انا ما احتاج انه اكتب له فد رقم معين او تطلع لي نتيجه معينه. يعني مثلا اقول له اذا طبعت هاي الجمله اذا برنت هلا انطيني يس، اذا طبعتها انطيني يس. واذا مثلا اذا طلع الناتج اكبر مثلا من هاي النتيجه اوكي يس، واذا طلع اقل انطيني نو. فبهيك حاله انا راح استخدم الجافا بوليان. واذا عندنا مثلا حاله الاون والاوف ايضا وعندنا حاله الترو والفالس، ف
فهاي الحالات اللي هي استخدم بها قيمه الى قيمتين، يعني يا اما يس يا اما نو، يا اما وان اون يا اما اوف، يا اما ترو يا اما فولس. هنا انا راح استخدم البوليان اللي هي تجيني القيمه مالتها 0 1، ويعني اقدر اعوض عنها بهذه الاشياء اللي انا محتاجتها. طيب الداتا تايب مالتي هنا راح يكون بوليان نوعه. من اكتب بوليان يعني راح اعرف انه لازم انطيه يا اما ترو يا اما فولس، يا اما اقول له اون يا اما اقول له اوف، يا اما اقول له يس يا اما اقول له نو. عندي مثال هنا، لو نجي نشوف المثال اللي احنا هسه كاتبينه، نجي نشوف نقول البوليان. اذا هذا شنو بالبدايه احنا هنا عرفنا ويا يا طلاب، هذا شنو هذا التعريف، شنو معناته، يشبه شنو كنا نستخدمه بالمختبر من نكتب ضغط. ها شنو ضغط ستيت؟ هذا الداتا تايب، هذا شلون تقول هذا نوع سترينج، هذا نوع انتجر، نوع فلوت. فهنا هذا راح يكون هذا نوع شنو، نوع بوليان. اوكي المتغير هذا، هذا متغير سميناه اي اسم كان نقدر نسميه، هذا يقول له اس جافا فان يساوي. اذا هنا بما انه انا عندي بوليان فاما اقول له ترو يا اما اقول له فولس يا اما اقول له يس يا اما اقول له نو. اوكي فهنا اذا هذا انكتبت اس جافا فان فانت انطيني ترو، اذا القيمه راح تطبع لي ترو. عندي متغير ثاني مسميته اس فيش تيستي، فهذا معناته فولس. زين هسه شنو هنا أنا من جملة الطباعة مالتي راح يصير، نجي نقول system.out.println المن أخذنا، فجبنا هذا المتغير اللي هو أنا طيته هنا عرفته اللي هو is java fan. فإذا هذا java fan هنا الاوتبوت مالتي شنو راح يكون، راح نشوفه بالنتيجة. ما راح أشوف يطبع لي is java fan، إيش راح يطبع لي، إيش راح يطبع لي جوا بالsolution مالتي بالانسر، إيش راح يكون ترو. يعني راح نشوف كلمة ترو. اوكي لان احنا هنا مش كاتبين هذه ايش منطيها قيمة، منطيها قيمة ترو. المثال الاخر البرنت الاخر اللي هو system.out.println is fish testy. اوكي فاذا is fish testy يعني شو معرفتها، ايش منطيها قيمة، ايش منطيها false. هذه راح تطبع لي false، راح تطلع لي نتيجة false، وهذه الثانية راح تطبع لي ترو. اوكي فأي شيء أنا أريده، فإذا هنا كنت مثلا كاتبة يس إيش راح تطلع لي النتيجة، يس. إذا كاتبة هنا نو راح تطلع لي نو، إذا كاتبة هنا أون راح تطلع لي أون، وإذا كاتبة هنا أوف راح تطلع لي أوف. إذا هنا قيمة البوليان هي يا إما ترو يا إما فولس، يا إما يس يا إما نو، يا إما أون يا إما أوف. اوكي واضحه هذه، يحتاج الى الشرح مالتها. واضحه اوكي تمام. نجي هنا بوليان اكسبريشن اللي هي التعابير الرياضيه. هنا شنو معناتها؟ عندنا التعابير اخذناها بالمحاضره الفاتت بالاونلاين، انطيتكم جداول بعض الاكسبريشن الموجوده اللي نقدر نستخدمها. اوكي فهذه هي بالضبط، نكمل عليها ونشوف شنو الأشياء اللي نقدر إحنا نستخدمها. هذا البوليان إكسبريشن شنو؟ التعابير ترجع لي بوليان فاليو، يعني قيمة بالبوليان نوعها بوليان، يعني هم نفس بالضبط، يعني يا إما ترو أو فولس. أوكي؟ نستخدم هنا مقارنة بين العمليات، نقدر نستخدم المقارنة بين العمليات. المقارنة بين العمليات اللي هي عملية الأكبر الأصغر، المساواة الغير مساواة، أيضا هذه نقدر نستخدمها أيضا. على سبيل المثال عندنا الجريتر ذان، هنا ما أخذينها بالمثال مالتنا اللي هي الأكبر، هذه العملية نقدر نجد بها الأوتبوت مالتنا إذا كان أكبر. فانت ايش راح تطبع لي؟ راح تطبع لي ترو. عندنا المثال اللي ماخذينه هنا منطيه قيمه المن للاكس، هي نوعها شنو؟ نوعها انتيجر. القيمه مالتها ايش قد تساوي؟ 10. عندنا الواي القيمه مالتها تساوي 9، وايضا نوع الداتا تايب مالتي همينه انتيجر. طيب بالجمله مالتي ايش قايله اني؟ system.out.print
منطيتها انه الاكس greater than y. فإذا أقول له إذا قيمة الإكس أكبر من الواي معناتها شنو؟ معناتها راح يطبع لي، راح يجي يشوف، راح يخلي بمكان الإكس شقد، راح يخلي 10، ومكان الواي شقد راح يخلي، راح يخلي 9. فراح يقول العشرة هي أكبر من التسعة، فنشوفها إذا العشرة أكبر من التسعة هنا القيمة راح ترجع لي true. ليش؟ لأن العشرة هي higher than 9. أوكي؟ يعني العشرة هي أكبر من التسعة. طيب إذا بدلت المكان، إذا خليت الإكس تسعة والواي عشرة، من يقول إيش راح يصير؟ ممكن تطبع فورس؟ راح تطبع فورس، عافية أحسنتي. ليش راح تطبع فورس؟ لأن القيمة هنا أنا صارت الإكس ما تساوي يعني مو أكبر من واي، وإنما صارت الواي أكبر من إكس، فلهذا القيمة مالتش راح ترجع لي، راح ترجع لي فورس. اوكي، فهذا معناه ان القيمه اذا صحيحه ترجع لي اياها ترو، واذا ما ساوت القيمه المطلوبه عندي بالاكسبريشن راح تساوي لي فولس. عندي مثال اخر، هذا اللي موجود بالاسفل، هذا علامه المساواه. احنا اتفقنا علامه المساواه نكتبها شنو هنا بالجافا؟ مو بس مساواه واحده، وانما ننطيها دبل مساواه، يعني equal to equal. نكتب مساواة بالإنجليزي يعني equal. أوكي، فنكتب two equal يعني اثنين يساوي، معناتها هذا من نشوف الاثنين يساوي معناتها يساوي. أوكي، من نشوف اثنين يساوي معناتها يساوي. فهنا قيمة الإكس المنطيتها 10. أوكي، فطابعة system.out.print الإكس تساوي 10، فنجي نشوف هاي الإكس صحيح تساوي 10. هنا راح اجي ادخل القيمه، هي الاكس هنا جت قيمتها 10، فاذا هي صحيح منطيني اياها 10، اذا راح ترجع لي اياها ايكوال مالتي شقد 10، صحيح ركين ترو. ليش؟ لان الفاليو اللي مدخلته للاكس هو ايكوال تو 10. اوكي، هسه طلاب من يقول لي اذا انا اردت الغير مساواه شو استخدم؟ شنو كان عندي بالجدول قلت لكم اذا انا اريد اسويها مو مساويه شو اكتب؟ من يتذكر؟ علامة التعجب. علامة التعجب، عفية، علامة التعجب يساوي معناتها انه هاي لا يساوي، يعني الاكس لا يساوي 10. اذا اذا كتبت انا هنا، اذا غيرت المثال وهنا انطيته انتيجر اكس تساوي 10، وجيت طبعت الجملة قلت له اكس لا تساوي 10، ايش راح تطلع النتيجة؟ فولس. ليش تطلع فولس؟ لان الاكس يساوي 10 مو ما تساوي 10. فهنا يعني احنا هسه افتهمنا شنو شلون نستخدم التعابير مالتنا وشلون نستدعيها. واضحه الشرح اليوم؟ اكو سؤال طلاب قبل لا ننتقل؟ دكتور بس تقدر تعيدها على 3 على 3؟ اعيدها هذه كلها من البدايه؟ اي دكتور على 3. اوكي تفضل. هنا شنو؟ هنا استخدمنا التعابير اللي هي انه عندنا بعض الاوبريتر. الاوبريتر اذا نرجع نتذكرها نلقاها بالمحاضره السابقه، عندنا سوينا جداول لمجموعه من الاوبريتر اللي هي العمليات اللي نقدر نستخدمها بالتعابير الرياضيه. من ضمن هذه العمليات اللي نقدر نستخدمها اللي هي الاكبر، الاصغر، اليساوي واللا يساوي، وغيرها من التعابير الرياضيه من العمليات الرياضيه اللي نقدر نستخدمها. هنا على سبيل المثال بهذا المثال أنا ما أخذت لكم الأكبر. أوكي، فش مطيع أني مطيع قيمة X تساوي 10 وقيمة Y تساوي 9. بالجملة مالتي قلت له اطبع لي إذا إنه ال X اطبع لي يا X أكبر من ال Y شنو النتيجة مالتي؟ إيش راح يرجع لي؟ أوكي، إذا X أكبر من Y إيش راح يرجع لي؟ هنا ما راح يقول لي X أكبر من Y يرجع لي إياها، لا، هنا راح يتعامل بالبوليان اللي هي إحنا أخذناها البوليان، قلنا يا إما يطبع Yes يا إما يطبع No يا إما True أو False. فهنا من راح يجي يقارن ويشوف إنه هو يجي يدخل X قيمتها شقد 10 ويدخل Y قيمتها شقد 9، راح يقول الاكس هي 10، هل ال10 اكبر من الواي؟ فهنا انا ايش راح يطبع لي ذا ال10؟ فمن راح يشوفها راح يشيك انه ال10 اكبر من واي، راح يطبع لي ترو. راح نشوف جوا لاين التنفيذ اللي الصفحه الخاصه بالتنفيذ اللي هي السفلى، ما راح نشوف اكس اكبر من واي، لا، راح نشوف مكتوب ترو.
ليش هاي مكتوب ترو؟ لان هنا عمليه المقارنه مالتي اللي صارت انه اجى خلى اكس لقاها 10 اكبر من الواي، اذا هي صحيحه فخلى لي ترو. بينما انا اذا مستخدمه بالعكس، يعني لو عوض عن قيمه اكس 9 وقيمه واي عوضتها 10، من يجي يقول 9 اكبر من 10 فمنطقيا 9 مو اكبر من 10 فلازم شي يرجع لي، يرجع لي فولس. اوكي واضحه؟ اوكي. المثال اللي جوه شنو؟ اخذنا المساواه، فقلنا الاكس اعطيت القيمه مالتها 10، فقلت له اطبع لي هاي الجمله في حاله ان الاكس تساوي 10. يجي يقارن بما يدخل الاكس قيمتها ايش قد 10، ف10 تساوي 10 اي صحيح 10 تساوي 10، فايش راح يطبع لي؟ راح يطبع لي ترو، يطبع لي جواب اللاين مالتي مال التنفيذ يطبع لي ترو. بينما انا لو مطي قيمه الاكس مثلا 1 وقايله الواحد يساوي 10 ايش راح تطبع لي؟ انت جاوبني ايش راح تطبع لي اذا اعطيها 1؟ يطبع لي فورس. يطبع لي فورس، ليش؟ لان الاجابه مالتي خطا. سالت انا قلت اذا اريد غير مساواه شنو استخدم؟ فجاوبوني الطلاب انه علامه المساواه الاوبريتر مال المساواه اللي احنا اشتغلنا عليه هو علامه التعجب وياها يساوي. فمن اشوف علامه تعجب واشوف يساوي معناها انه هاي القيمه ما تساوي. فاني هسه 10 اذا رجعت على المثال اللي انا ردته 10 ما تساوي 10. هو صحيح ال10 ما تساوي 10؟ لو ال10 تساوي 10 فولس تساوي راح يطبع لي فولس. فهذا اللي قصدته بالتعابير اللي نستخدمها عن طريق البوليان، يجي يباوع ويقارن انه يشوف التعابير مالتي اذا هو صحيح اكبر من فيرجع لي قيمه ترو، اذا لا هو خطا مو اكبر من فراح يرجع لي قيمه فولس، وهكذا بقيه الاوبريتر اللي مستخدمينها احنا بالامثله السابقه. اكو سؤال عندكم طلاب؟ اكو احد عنده اسئله على السلايدات السابقه اعيدها؟ دكتوره بس سؤال على السلايد الثالث. السلايد الثالث، اوكي هذا السلايد الثالث. شنو السؤال مال؟ الداله مال راندوم، اذا خلي بدل الانتجر خلي فلوت بحيث يعني ما اريد عشوائيه صحيحه. تريد الصحيحه تريد بها بوينتات؟ بها بوينتات يصير اذا اخلي مكان الانتجر اخلي لا 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 بها بوينتات نستخدم هي هاي اول وحده اللي استخدمناها بالمثال بالمختبر. اه تمام اوكي ما نخلي بالضبط بس هيك نكتبها ما تضغط راندوم. اوكي هي هاي الاساس مالتها. اوكي من نريد نحولها انتجر نستخدم هذه. اوكي وياي واضحه هسه فكره؟ اي واضحه واضحه. اوكي بعد من عنده سؤال؟ طلاب بعد من عنده سؤال؟ ماكو سؤال؟ راح نجي نروح على الاكسرسايز مالتكم الهوم وورك اللي راح تحلوا لي اياه وتدزوا لي اياه. اذا ماكو حضور صار لكم فراح تضطرون تدزوا لي اياه عن طريق الكلاس. اوكي وياي يلا بس الواجب مالتي في المحاضره شلون؟ وعلي هو نفس الحاله اذا ماكو عندكم اذا ما راح تجون المختبرات ماكو دوام راح تضطرون تدزوا لي الهوم وركات ماشي حتى اعرف انه انتم تطبقون ولا لا. اكتب لكم اياها كاكسرسايز كهوم وورك حتى تقدرون ترسلوا لي اياها. اوكي هسه اسوي لكم اياها ارتب لكم اياها بالكلاس. اوكي نزلها بالكلاس يعني رجعوا لي بها انه اريد هذا انه تكتبوا لي اياها بايديكم وتحلوا لي اياها وتدزوا لي اياها. هسه اريد منكم فد برنامج هذا الاوتبوت. شنو الاوتبوت؟ هاي مخرجات، هاي مخرجات اشوفها بالتنفيذ بالنهايه. فهمنا هسه شنو هذا؟ هذا اوكي وياي؟ اوكي. هسه الاوتبوت مالتي بالسطر الاول منطيني رقم 3، بالسطر الثاني منطيني فولس، بالسطر الثالث منطيني 1 على 3 از 0. ودا نشوف هذا السطر الرابع مالتي شنو مكتوب بيه،
1.0 تقسيم 3.0 is، ومنطيني هاي النتيجة. نشوف السطر الأخير منطيني 1.0 تقسيم 3.0 is، منطيني هاي النتيجة. المطلوب كالآتي، إنه تسووا لي برنامج بالجافا، تفتحون الكلاس بداية ونهاية للكلاس، وبداخلها تبدون ثلاثة هاي سوينا وطلعت هيك ثلاثة. الفولس احنا ايش منطين وطلعت هيك فولس. اوكي هاي الواحد على ثلاثة از زيرو، احنا ايش منطين وطلعت هيك. اوكي وهكذا لبقية الاسطر، هي مجرد خطوات، كل وحدة راح يكون الخطوة مالتها بسطر وتنفيذها هذا يكون. اوكي شنو اللي سويناه حتى تطبع لنا النتيجة ويعطيني اوتبوت بهالطريقة؟ هذا المثال مالتكم. اكو عندكم بيفا سؤال اسألوني حتى نتناقش فيه. نعم طلاب. عفوا سيد زينة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ست آمال سيد زينة. أهلا وسهلا بيك ستي. ست زينة، إذا اكو طلاب ما عندهم حاسبات، ما يحتاج بالحاسبة، مجرد انه يفكر بيه موجودة كل عندنا بالمحاضرات وماخذينه بالضبط ومسوين هوم وركات ومحالينه بالمختبر شبيهة وبالضبط. هسه البي دي افات اللي نزل راح انزله محاضرة اليوم، والبي دي افات قبلها موجود كله بالضبط امثلة تنطي شبه لهذا بس شوية فكرة. أنا ليش بدي سألت هذا السؤال؟ حتى إنه يعرفون إنه مو شرط حاسبة. لا 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 مو شرط حاسبة. هو ليش قلت لاني ورقة وقلم؟ تقعد تجيب لك ورقة وقلم وتكتب تفكر إنه شلون هذا السطر ثلاثة، أنا شطيته حتى طبع لي ثلاثة. صحيح. أنا شطيته حتى طبع لي فورس. واضحة. وأخذنا التمارين بالضبط، احتمال مو شرط أني ماخذه واحد على ثلاثة يطلع الزيرو، ماخذه فشي مغاير ومشابه إلى بالضبط. يجوز ما أخذت كنص كتابة وطالع لهم فد نتيجة، أرجع للمحاضرات مالتي، أرجع للهوموركات اللي حليتوها، راح هذا لو تشوفونها راح يكون مجموعة الأشياءات اللي أخذناها في المحاضرات كلها. واضحة طلاب؟ طلاب أنا نفس السؤال من الطلاب. ماذا يسألون؟ واضح. ماكو سؤال عندكم؟ واضحة عندكم؟ اوكي ماكو اي سؤال؟ احنا خلصت محاضرتنا اليوم، فاذا عندكم سؤال قولوا لي. اوكي طلاب شكرا جزيلا وان شاء الله اشوفكم بالمحاضره الجايه. شكرا استاذ زينه، مع السلامه. مع السلامه.